سيبا درنا تكلمنا على مباراتهم امس شفنا تعادل بطعم الهزيمه بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي اللي خدنا كره اخيره كما شاف الجميع ان المقابله كانت في صالح الفريق الرجاء البيضاوي اللي قدم مقابله يعني في الشوط الاول ما قدرش نقول كان الرجاء ما دخلش في المقابله من الديبار لكن في الشوط الثاني الرجاء بانت لك الرجاء يعني التكتيك مخل باقي خص بزاف ديال الخدمه خويا ايوب صراحه خصنا مهاجم وخصنا لاعبين في وسط الميدان كنا كما كنا عارفوا ان بوغرين كان كيدير الاضافه هو اللي كان كي يعني اللي كي كيعطي للمهاجم ما عندناش المهاجم اللي كيدير لي زابيل يمشي على اليمين على اليسار باش حتى بوغرين حتى هو يعطيه الحل باش حتى هو يكون في المقابله يعني مزيان ضربة الجزاء اللي ضيع رحيمي صراحه هذيك غنبداو بها هي الاولى غنتكلموا على هي الاولى. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.